السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في النسخة الأولى من النشرة الأخبارية الافتراضية لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهي النشرة اللي تنفذها إدارة الاتصال والتسويق وتضم أبرز الأخبار والفعاليات اللي تم تنظيمها في المؤسسة بمختلف منشآتها وإداراتها التنظيمية. ونبدأ نشرتنا اليوم بالتميز والريادة، حيث كرم سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الفائزين بالدورة الأولى من جائزتي تميز والاستدامة، وذلك خلال حفل أقيم في مركز التدريب والتطوير التابع للمؤسسة في إمارة الشارجة. ومن التميز إلى الصحة الوقائية، حيث أعلنت المؤسسة عن ربط برنامج الصحة المدرسية مع 313 مدرسة حكومية كمرحلة أولية، وأشارت المؤسسة إلى التحاق أكثر من 164 ألف طالب بالبرنامج. أما في جانب الصحة النفسية، فقد أعلن مستشفى الأمل للصحة النفسية عن استخدام الواقع الافتراضي للعلاج النفسي، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط في منتصف العام الجاري، حيث تعالج هذه التقنية المرضى اللي يواجهون المخاوف وبعض الاضطرابات المرتبط بالتوحد، إلى جانب الخوف من الأماكن المرتفعة والحيوانات ومواجهة الجمهور. وتعد هذه التقنية هي التطور النوعي الأحدث في مجال خدمات رعاية نفسية للمرضى. وننتقل إلى الفعاليات. وتزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، الإمارات تبتكر 2024، أعلنت المؤسسة عن إطلاقها عدد من الفعاليات، من ضمنها منتدى نتحدث ابتكاراً اللي تم تنظيمه في مركز دبي الإبداعي للشباب في أبراج الإمارات، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والممثلين من مختلف الجهات، وتم تشجيع الشباب على تحديد مستقبل الرعاية الصحية في الإمارات. كما تنظم المؤسسة وفي عدد من منشآتها محطات الابتكار لاستعراض أبرز المشاريع المبتكرة، تنظيم جلسات تنمية مهارات المبتكرين وحلقات حول التقدم التكنولوجي والابتكار. متابعينا، وصلنا لختام نشرتنا الافتراضية لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في نشرات قادمة بأخبار وفعاليات جديدة في ملامح.